الإسلام العالمي. إن يوم 15 من شوال من كل عام يمثل اليوم الأسود على كافة شعوب المنطقة، اليوم الذي حيكت المؤامرة فيه على القائد عبد الله أوجلان، والتي شاركت فيها أكبر القوى المهيمنة العالمية والاستخبارات التركية، والمؤامرة التي طالت القائد عبد الله أوجلان ما زالت مستمرة بهدف منع وصول صوت القائد الذي يطرح الحلول من أجل الأزمات المتفاقمة في الشرق الأوسط والعالم. نتيجة سياسات الأنظمة التي تحاول السيطرة على شعوب المنطقة، لقد وجدوا بأن فكر القائد عبد الله أوجلان يشكل خطرا على مخططاتهم، وخاصة أنه دعا إلى حلول سلمية وسياسية. داخياني جبورا يا قشتي يا جيهانيرا بازداي سباطا هرسال جبوها مو كالين هريمي روجا رشا روجا قو كوملو لدجي ريبر عبدالله وجلال قوتي دهيزان هقامونيك ان هري سركين جيهاني واستخبارات ترك بجدار بود حتى تشكرن او كوملويا كو باندور لساروك عبدالله وجلال كر هيجي بردوان دكا تاقو بيشيلة تنكي ساروكي كو جارة ساري بشنيار دكا بكرة جبو ترمي كريز على رجولاتا نافين او جيهاني خرابتر ده انجاما بولوتوكاين ريجيمين كو هاول بدن كنترول بكر كالين هرمي فكرة ريبار عبدالله وجلال جبو بلانين وان خطرك دي In which the largest global hegemony powers participated and Turkish intelligence, the blood is still going on in order to prevent the leader's voice from arriving, which offers solution for the worsening crisis in the Middle East and the world as a result of the policies of the regions trying to control the peoples of the region. They found the ideology of the leader Abdullah Öcalan as a threat there, plans, especially as he called for peaceful and political solution. It doesn't suit their interests. The blood failed to make this close that thanks to historical resistance deterred them from crying out their repressive policies against the peoples who demand freedom. Transit command of freedom for the peace leader, death to the enemies of democracy.